خلينا النهارده في اخبارنا واللي هتكون فيها ذكرى ميلاد الفنان الراحل فكري اباظه وهو الشقيق الاصغر لدنجوان السينما المصريه رشدي اباظه. شارك فكري اباظه في العديد من الاعمال السينمائيه والتلفزيونيه المختلفه وكانت بدايه من السبعينيات، لكنه ما لقاش الشهرة اللي بتماثل الشهرة اللي حصل عليها النجم الكبير رشدي أباظة، لكن تعالوا نتعرف على محطات فنية في مسيرة الفنان الراحل. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل فكري أباظة، أحد الفنانين المميزين، حيث تربى داخل عائلة فنية تقدر الفن والثقافة وأحب التمثيل بفضل تلك العائلة، بجانب تأثير شقيقه الأكبر دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة. شارك فكري أباظة في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية بداية من السبعينيات، لكنه لم يحظى بنفس شهرة شقيقه النجم رشدي أباظة. بدأ أولى خطواته بالفن بجانب شقيقه من خلال السينما، وظل فكري يشارك في أعمال فنية عديدة ولكن بأدوار ثانوية، فهو رغم تلك الأصول لم ينل أي أدوار بطولة. حصل فكري أباظة على شهادة الثانوية العامة، ثم قرر دراسة فن التمثيل أكاديمياً، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايته في فيلم البنات لازم تتجوز عام 1973 مع شقيقه الفنان رشدي أباظة. تزوج الفنان الراحل فكري أباظة بالفنانة المعتزلة حياة قنديل في نهاية السبعينيات، وذلك بعد قصة حب، حيث تعرف عليها خلال كواليس فيلم وادي الذكريات عام 1978. قبل وفاته كان فكري يتمنى أن يقدم قصة حياة شقيقه رشدي أباظة في مسلسل تلفزيوني، وبالفعل عكف على كتابة سيرة شقيقه الذاتية، بل وشرع في جمع مقتنياته لوضعها في متحف بدار الأوبرا المصرية. إلا أن القدر لم يمهله، حيث توفي بشكل مفاجئ دون أن يحقق ما تمناه إثر تعرضه لأزمة قلبية في 18 نوفمبر عام 2004.